بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج. كما يقول آية الله السيد هادي المدرسي، دام ظله الوارف عن تجربة طويلة في هذا الدعاء، وهو أنك ماذا تفعل؟ إن تعسرت عندك حاجة فتوجه نحو القبلة وقل بسم الله الرحمن الرحيم مرة واحدة، ثم قل 70 مرة سلام قولا من رب الرحيم، واهديها إلى سيدتي ومولاتي فاطمة الزهراء واطلب حاجتك فإنها مقضية حتما إن شاء الله تعالى. وكما يقول، اليقين أساس النجاح، فجرب هذه الطريقة وإن شاء الله تعالى تجد أن الإجابة تقف عند بابك. واعلم كل العلم بأن السيدة فاطمة عليه السلام هي عزيزة عند الله، هي المدللة عند الله سبحانه وتعالى وعند رسول الله وعند علي وأولاده المعصومين، فلا يرد لها دعوة أبدا وشفاعة أبدا، بل هي حجة الله على الحجج، بل هي التي على معرفتها دارت القرون الأولى. لذلك توسل بالسيدة فاطمة عليه السلام بهذه الطريقة التي ذكرها آية الله السيد هادي المدرسي، وسوف ترى الأثر فوريا في قضاء حاجتك. فجرب ولا تشك. برنامج صباحات ولا أيام من محمد، خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام.